على حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، حوالي 65% من الأطفال في المدارس الابتدائية اليوم بيشتغلون في وظائف مو موجودة في وقتنا الحالي، فكيف ممكن نستعد لهذا التغيير؟ وتم تأسيس جامعة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتقديم دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم للاستفادة من الطاقات والإمكانات الكبيرة اللي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وهذا يعتبر مثال عن التزام الدولة بتشجيع الابتكار والإبداع وتمكين أجيال المستقبل، سواء كان في دولة الإمارات أو في المنطقة أو في مختلف أنحاء العالم. هذا كله بيرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لصناعات المستقبل الرائدة. يتغير عالمنا بسرعة كبيرة جداً وفي جميع المجالات، وبشكل طبيعي كل تغيير في ضبابية في الرؤية. It's been said that the future is already here. It's just not evenly distributed. And quantum computing is going to help us solve problems that conventional computing can't solve today. So, for example, help with the discovery of new drugs, where the simulation of molecules using traditional computers is just too hard. It just takes too long. I think AI will be ever more present as a helper for us in our daily work and in our daily lives. We have cars that can drive themselves already on the roads around the world. And when I was a kid, those were things that would be science fiction, maybe even science fantasy, but they're real today.